جبت لكم فيديو خنفشاري. أهلا وسهلا إخوتي وأخواتي، حوار مناظرة مصورة بيني وبين الشيخ عبد القادر الحموي، خريج علوم نفسية ودينية ومتخرج من جامعة دبي، وأنه عالم وشيخ وكذا. فالحوار مسجل صورة وصوت، تابعوا للنهاية أتمنى في هذا الفيديو. ربي يبارككم، واعرفوا أن هؤلاء الشيوخ مهما علت بهم المراتب وشهاداتهم عالية، لكن مو قصورا بالشهادة الماخذينها، ولا قصورا بهم هم شخصيا، أو هم ما يفتهمون، أو هم ما يعرفون. لا، هم ناس محترمين وعلى عين وعلى الراس، وأيضا يفهمون، لكن المشكلة بالدين اللي يتبعوه ما يلقون له حلول، ولا يجدون جواب أو إجابة شافية، أو أنه يستطيعون أن يدافعون على هذا الدين. فقط يهربون عندما يحصرون في خانة الحصر. فأتمنى تتابعون الفيديو للنهاية وشوفوا الحوار الجميل اللي دار بيني وبين الشيخ عبد القادر الحموي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم الله يخليك يا وعليكم سلام. سامحوني سيدي، بدي أكل تفاحة لأنه نشف أفريقي. ألف عافية ألف عافية حبيبي الغالي الشيخ عبد القادر. منين حضرتك يا سيدي؟ أنا عراقي شيخنا الغالي. وتحدثنا من العراق الحين ولا من تركيا؟ من العراق. من العراق. شكرا لك شيخنا الغالي. عندي سؤال شيخنا، في حديث هو أريد أسألك علي، في إشكالية عندي يعني بسيطة. شو هو الحديث يا أبي؟ حديث في صحيح أبو داود وفي صحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث 4404، وفي أبو داود 3974، عن عطية القرظي قال: كنت في سبي بني قريظة وعرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا ينظرون في فرج الغلام، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل. فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي. رواه أبو داود. ويقول: وقسمت صحيح له. نعم صحيح، أحسنت شيخنا، هذا الحديث صحيح. وقسمت صحيح. قسمت نساءهم وأموالهم. زين، إذا النبي رحمة للعالمين يا شيخ، شلون يقتل أطفال من أنبت الشعر وياخذ النساء سبايا وأطفال يسبيهم ويوزعهم على أتباع المسلمين؟ يعني أنت اليوم إذا واحد كافر، إذا واحد طفل أبيع أمه قدامه، شلون هذا راح يحب الإسلام ويقبل هذا الدين وراح يكون مسلم ومن يكبر يتقي الله ويعبد الله حسب الشريعة الإسلامية؟ كيف يكون هذا الأمر شيخنا؟ كيف يعني؟ إحنا احنا نريد نهدي الناس يا شيخ، لو نريد نغتصب امهاتهم ونبيع اخواتهم قدامهم ونبيع بيهم ونوزعهم مغانم على المسلمين، وين يعني الله؟ يعني انت شو اسمك انت؟ انا اسمي حسين. يا حسين، كانك انت عم تحسسنا ان نحن عايشين بمجتمع فاضل. ويا حبيب قلبي انت، يعني عم تحسسني انه نحن ما شاء الله من وقت ما يعني وجدنا أنا وأنت وأمثالك وجيلي وجيلك، ما شاء الله شو دخلوا العالم بالإسلام. والله يا أستاذ، في زمن ذاك الفعل الذي تحدثت عنه دخل الناس في دين الله أفواجا، ولما جيت أنا وأمثالك من المعترضين على السنة ويقرؤون هذه القراءة الخاطئة للسنة، صارت الناس تخرج من دين الله أفواجا. تعال أسألك سؤال، نحن من 500-600 سنة شو قدمنا للإسلام؟ يعني شيخنا ما قدمنا غير الفرقة، يعني الشيخ والكذب والنفاق والطائفية والذبح على الهوية والتسني الإسلام. يا حبيبي، يعني دين الله ينتشر انت شو عملت الإسلام؟ يعني دين الله ينتشر بالسيف والقوة واغتصاب النساء. اتركني يا عيد العيد. لا، انت عم تسمي اغتصاب نساء بنسلم قلعك بعدين، لا تسمي انت اروي الرواية وانتظرني قليلا. يعني شيخنا لما تبيع مرأة امام ابنها وتبيع مرأة امام ابنها، هذا شنو يعني؟ هذا رحمة؟ غير لا، أنا بدك تفهمني. لا لا، اسمعنا بعد إذنك. أنا بتكلم صغيري، يعني على أساس اللي غير المسلمين كانوا عم يمسحونا على شعارات. لا، أنا أتحدث على نبي، أنا أتحدث على نبي يدعي أنه رحمة للعالمين وأنه أشرف الخلق، يفعل مثل أفعال البشر يعني؟ نزل لي. ليش؟ أنا دا أستفسر أخوي، أنا دا أستفسر، دا أتعلم منكم. هو يستفسر. ما تجيب سيرة النبي. لا، انت لا تقارن البشر الخطاة. لا تقارن البشر الخطاة بالنبي. وقع معهم عهد انه
لكم ما لنا وعليكم. بس شيخنا من رخصتك بني النظير بني النظير قلع او قبل ان قبل غزوه الاحزاب، يعني النبي هجرهم هجرهم قبل غزوه الاحزاب. موضوع انا فهمت اخي فهمت، لو ما خيسوا ما قلعون. خليك معي. لا هو قال انت كيف تقول تامر بني قريظه بعد الاحزاب على النبي، يعني بني قينقاع ذهبوا يا استاذ، ذهبوا فربوا تساعدوا من جهه ثانيه، وقت صارت المعركه بيكونوا بعد جماعه من جنودهم بدون ما تعرف. لا ذهبوا الى الشام، يعني هم ما لهم علاقه بغزوه الاحزاب بني قينقاع حتى ندخلهم فيها يعني. يا اخي انت بدك توقف على رؤوس الكلمات، اتركني بيني. لا يا شيخ لازم احنا من نجاوب، احنا ما نعطي معلومات خاطئه، لازم نجاوب بشكل صحيح. اسمعني، بالنسبه لي ما قدامي جوجل، انا عم بعطيك من معلوماتي اللي صلي حافظها 40 سنه، فسكر وارتاح. عم بعطيك مو بالكبر مو بجوجل. ايوه ظبط لي حالك. فيا اخي الكريم، القبائل اليهودية التي وقع النبي معها عهدا على ألا يخذلوه وأبقاهم في أراضيهم وقال لهم اشتغلوا بأراضيكم وخليكم أوادم ومحترمين، غدروه قبل هذه المرة مرات وكرات. والنبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما سؤال على بني قريظة، سؤال على أطفال، يعني ما ذنب طفل تلبس شعره يقطع راسه؟ أنا هذا سؤالي. تعملوا حالكم. اسمعني اطفال وما اطفال، الرجل عندما ينبت يعني بالغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هل بالغ معناها قاتل المسلمين يا شيخ؟ هل معناها بالغ قاتل المسلمين؟ خليك معي. لا هذا بيكون شربان اللوم، بيكون شربان اللوم مثل ما شربان وغير ما هو السنة. شيخنا انا اريد افهم، يعني هل الذي ينبت شعر يعني هذا قاتل المسلمين؟ هل الذي ينبت شعر قاتل النبي؟ هلا انت اسمعني خليني اكفي القصه. انت ما بدك يعني اعرض القصه مشان ما المشاهد يفهم شو سبب رده الفعل. لا انا ما اتكلم عن القصه، انا اتكلم عن الاطفال شيخنا. اسمعني خليك معي. تمام. هاي اساس القصه هون. هل الاطفال غدروا بالنبي يا شيخ؟ هل الاطفال غدروا بالنبي؟ اسمع خليني اكفي الجمله. غدروا بالنبي ما غدروا ليش ضليت تتلكى يا شيخ؟ ليش ضليت تتلكى؟ هل الدين ينتشر باغتصاب النساء وبيع الأطفال يا شيخ؟ أنا هذا السؤال يا شيخ عبد القادر، هل الدين ينتشر ببيع الأطفال وبيع النساء واغتصاب الأمهات أمام أطفالهم؟ هل هو هذا دين الرحمة؟ أنا هذا السؤال، ما سؤالي شنو الخلاف بين النبي وبني قريظة؟ ما كان سؤال على بني قريظة والنبي. يعني أنت، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما غدر به هؤلاء القبائل ما أخذ قرار من عنده، بعد إلى سعد بن معاذ وكان حليف وكان قد أصيب في أكحله. نعم، لأن سعد بن معاذ هو الذي أشار على النبي في هذا الكلام. شوف النبي قديش راقي. لا بس لأنه هو عرفان أن الموضوع، بس هو قتل حارب أطفال 14-16 سنة. هذا طفل. أنا طلبت الدليل. تفضل أنا بس طلبت الدليل. أين الدليل أنه كل من أنبت هو يحارب؟ أريد الدليل على هذا الكلام. اسمع أخي الكريم، حتى المرأة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها أباح قتلها في حالة واحدة، إذا حملت السلاح. شيخنا ما هو الدليل من أنبت الشعر أنه يقاتل المسلمين؟ كان ممكن دليل مين؟ كل من كان شاب عمره 13-15 كان من عادة العرب. سلمة ابن الأكوع يقول كنت في 15 من عمري وجاء قوم فأغاروا على لقحات وإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبل الصدقة، كنت على جبل مطل عليها فرحقتهم بالحجارة وأنا ابن 15 سنة حتى فروا مني جميعا. شيخنا لحقهم بالحجارة، يمكن دول أطفال، يمكن دول بعمر الشيخ قريظة حاربوا النبي. أريد دليل أطفال بني قريظة حاربوا النبي. تفضل طلع لي من الكتب. ما هو يعني هو مشلح ثيابه يروح يشوف. هل يجوز أن تكشف على عورات الناس وتشوف أنبت لم ينبت؟ هل هذه أخلاق؟ طيب هو إذا كشف على عورته كيف محاربه؟ لا هو كشف تتعلق بأصول القتال والمعارك.
لكم وحجاوبك تحت لانه انتم ما راح تخلوا انتم شيخ. اذا هو كشف على عائلته يعني هو ما متاكد، ليش تهرب؟ ليش تهرب شيخ؟ ليش تهرب؟ هرب شيخ، هربوا. اذا بس بدي اقول كلمه، خليها عليك، اقول كلمه. اذا هو انهم كانوا محاربين للنبي بما انه يكشف على عاناتهم النبي، اذا يكشف، اذا هذا دليل انه ما متاكد هم محاربين. اي يعني ما بحاربه، يروح يعني يكشف، ما بحاربه، يروح يكشف ويتاكد وبعدين يقتله. يعني هو يشوف اللي انبت شعر يقتله. زين شنو دليلك هذا اللي انبت شعر هو محارب لك؟